ولمزيد من المعطيات عن الوضع الوبائي في صفاقس معنا عبر الهاتف مباشرة من هناك السيد علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس. سي علي، مساء النور، وماذا عن تواصل ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الجهة بعد بلوغ 31 حالة وأربع وفيات؟ بالفعل سجلنا اليوم إصابة جديدة وهي مخالطة للإصابة عدد 30، وذلك في نطاق التقصي والدراسة الميدانية اللي نقوم بها باش نتقصاو في هذا الكونتاكت تراسينغ نتاع المواطنين. هذه المواطنة ترفع العدد إلى 31. كما تعرفوا احنا في جهة صفاقس كل الوفيات بصفة آلية نعملوا التحاليل نتاعهم على كورونا، ولذلك عدد الوفيات الأربعة اللي سجلناها منهم من كان مباشر بالكورونا وهي حالة نجم نقولوا وحيدة، ولكن الحالات الأخرى كانوا حاملين للفيروس والسبب المباشر أمراض أخرى مزمنة أو اختناق بالغاز أو من هذا القبيل. حبيت نقول أيضا اللي في المركز نتاع معالجة الكورونا بجهة صفاقس في المستشفى الجامعي الهادي شاكر عندنا 5 مواطنين مقيمين ومصابين، منهم 2 تماثلوا للشفاء بالتحاليل البيولوجية المثبتة، وننتظر 48 ساعة آخرين للتحليل الثاني للتأكيد الشفاء النهائي للزوز المواطنين هذوما، منهم مواطنة أخذت العلاج نتاع الكلوروكين والأزيتروميسين. سي علي، نقول اللي في الوضع الوبائي بجهة صفاقس عندنا 146 مواطن ياخذوا للحجر الصحي الإجباري، وهما قادمين من القطر الشقيق الليبي وقد تكفل فيهم وإيوائهم في نزل في جهة صفاقس ومركب صحي تحت الرعاية الطبية والرعاية الأمنية. هذا المعطل الوبائي في جهة صفاقس، كل الفئات مجندة لتقصي الوباء هذايا والتعرض مع التدقيق كما تعرفوا بالوسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي وقواعد حفظ الصحة المعهودة. نعم. سي علي، على ضوء هذه المعطيات ما هي توقعاتكم تقريبا لتطور الوضع الصحي بجهة صفاقس يعني خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل عدم الالتزام الكلي بالحجر الصحي المطلوب؟ بالفعل هذا السؤال الوجيه اللي اهم حاجه توا هذا الانتكاسه اللي شفناها الاسبوع الفارط بالتجمعات نتاع المواطنين، ان شاء الله في الايامات هذوما نتاع الراحات اللي وافقت عليهم رئاسه الحكومه باش على الاقل نقصوا هذا من التباعد الاجتماعي اللي من شانه باش ممكن يكثر العدوى. يتم نفهموا اللي كل مواطن توا كي نمشيو في الشارع نعتبروه اللي هو حامل للفيروس ونتوقعوا منه بالابتعاد عنه المسافة المعقولة وحتى الكمامات مثال الشيء اللي نجموا نستعملوها وبغسل الأيدي عديد المرات والقواعد اللي قلت لك نذكر ديما بها اللي هي من شأنها ولو ثم الفيروس تتحد وتقص السلسلة نتاع العدوى نتاعو. هذا إن شاء الله في الأيامات القليلة القادمة المواطنين يكونوا في مستوى وعي وفي مستوى تنظيم اجتماعي يخولنا باش نتفاداو الانتكاسة أخرى إن شاء الله. وإن شاء الله نقولوا احنا إذا نمشيوا على القطاع هذوما الوضع يقعد تحت السيطرة، ولكن مع الحذر والحذر ثم الحذر. سي علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس كنت معنا مباشرة بالهاتف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات.